أعزائي الصائمين، تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. نحمد الله عز وجل على نعمة بلوغ رمضان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا العتق والنجاة من النار يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. إنها فرصة أخرى تتاح لمن وفقوا في الجد والمثابرة والاجتهاد على مختلف الطاعات في ظرف زماني يضاعف الله فيه الأعمال الصالحة. أعزائي الصائمين، كما عودناكم في السنوات الماضية، نبدأ على بركة الله أولى حلقات هذا البرنامج الذي تعودتم عليه لله الحمد. نبدأ إذن وقد عاهدنا الله عز وجل على إيصال أصوات المرضى والضعفاء والمحرومين والمسيين حتى نبرز لإخوانهم بعض جوانب المعاناة التي يرزحون تحت وطأتها. في هذه الحلقة سنعرض عليكم حالة السيدة زينب من الطرالي التي وصلت من مدينة تنبتغة بغرض الحصول على العلاج. تعاني زينب من مشاكل صحية بدأت ببعض الأورام في مناطق محددة من جسمها، حاولت علاجها دون اللجوء إلى السفر نحو العاصمة، لكن ذلك لم يجدي نفعا. وجدت نفسها مكرهة على مغادرة تنبتغة لتبدأ رحلة العلاج الطويلة والشاقة. هي اليوم في وضع صعب بعد انقضاء فترة غير قصيرة من العلاج، لكنها صابرة ومحتسبة. زرناها لنتعرف على معاناتها أكثر، لنتابع. قادتنا رحلة البحث والتقصي عن الحالات الإنسانية إلى هذا المنزل حيث تتواجد السيدة زينب من الطرالي. في هذه الحجرة تقضي معظم وقتها مع ابنتها المرافقة التي تسهر على تقديم الرعاية الكاملة لها. وصلت زينب قبل فترة من مدينة تنبتغة حيث كانت تعيش وسط الأهل والجيران. إلى وقت قريب لم تكن هذه السيدة تشكو من أي أمراض أو أعراض، لكنها اكتشفت بعض الأورام التي بدأت تظهر في بعض مناطق جسمها. لم تكترث في بداية الأمر لتلك الأمور الطارئة على الجسم، واعتبرتها شيئا يسيرا سرعان ما يزول، لكن ومع مرور الوقت ظهر أن القضية بدأت تكبر وبدأت تأثيراتها السلبية تتوالى على سائر الجسد. كانت المحطة الأولى حين ذهبت إلى المركز الطبي بمدينة تنبتغة لتأخذ بعض الأدوية التي تعتبر كفيلة بالتحسين من حالتها، وكانت تأمل عودة الصحة إلى ما كانت عليه. بيد أن وضعها الصحي لم يتغير، فكانت مضطرة لاتخاذ القرار الصعب، فترك مدينة تنبتغة والمغادرة إلى العاصمة هو آخر ما كانت تتمناه. وصلت إذن إلى العاصمة وأجرت سلسلة من الكشوف الطبية أظهرت حاجتها للخضوع إلى علاج طويل ومستمر لم تعد معه قادرة على العودة إلى الأهل والأقربين. أجبرتها الظروف على السكن في العاصمة لتبدأ فصلا آخر من فصول المعاناة والمشقة. فليس لهذه السيدة من الظروف ما يمكنها من الحصول على العلاج المطلوب، وأوضاع السكن السيئة تجعلها في وضع صعب ومعقد. أنا هذه مرة من الحق، كنت نتداول هي فوق لي سنتين، وأنا نتداول هي وشكيت إنه لا سعادي. جيت لنواقش أظهر لعام خمسة أشهر حمد الله وشكرت، جيت الطب زايد أول وعد لي عمليتين بس ولوقتها. والهي رفعني للطب الثاني اللي فيه مولي سنة حامدة مولانا شكرت متابعته الله يعلم، ويا الدقة واحدة اللي بخمسة وسبعين ألف، ويا الحب اللي مقابله ما وشيه هو الفحوص وما أشبه ذلك. هذا حامدة مولانا شكرت اللي أتم مولانا أعطي ذاك اللي أعطي فيه. يا الله أركن بقى حد من المسلمين يتابعني، عندي طويفلات ولا والله ما عند حد الله يعلم. مشكلة ثانية مولي الباس هو معيش هم حاله. أنا من عوت الله السميع العليم المسلم اللي مولي تنفع.
إيه أخا حد قد ينفعني؟ لا لا نبغي واسه. ولكي نتعرف أكثر على طبيعة ما تعانيه هذه السيدة، التقينا بالطبيب المشرف على علاجها. بداية أشكر الطاقم التلفزيون الوطني وخصوصا القائمين على هذا البرنامج، ووجه إليهم تهنئة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك. زينب بنت الراضي، التابع في المركز الوطني للأنكولوجيا منذ شهر 7/2015، وتلقت علاجات وما زالت العلاج ما زال متواصل، وبالتالي أسبب لها هذا عجز كلي عقعدها، وبالتالي عادت ملزمة على أنها تسكن في نواكشوط جاية من الداخل، ومضطرة على أنها تسكن في نواكشوط هيك متابعة العلاج ومتابعة الفحوصات اللازمة، ورغم على أنها الحمد لله في تحسن، ولكنها مرغمة على أنها تتابع العلاج وتسكن هنا، وهذا يتطلب منها ياسر من التكاليف من ناحية السكن، من ناحية التنقل، من ناحية، وبالتالي فعلا محتاجة للمساعدة من الجميع. برنامج الحمد لله وفق الله فيه تلفزت للخير، يختار إنسان يكون مريض جدا، مريض جدا وفقير جدا، يقدموه للمحسنين والمحسنات. الحقيقة مناره كان أحوج، قاع هو والله أحوج الناس الصدقة، هي تحفظ المال وتنميه وتحفظ النفس والأولاد وتجر العافية، وبعد ذلك يدخل الجنة. ثم بعد ذلك الله عز وجل أخبر بأنه يخلفها، وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعط موفقا خلفا، سأل الله أن يتقبل صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وصدقتنا وصدقاتكم، وأن يجعل خير بأيدينا وأيديكم إلى يوم الدين. وأنا إن شاء الله تعالى كما قلت لكم سابقا في رمضان قبل ذلك ورمضان قبل ذلك، أي شيء وصلني سأوصله بيدي إن شاء الله تعالى لذلك المريض. الله على ما نقول وكيل. الله أسأل أن يوفقني وإياكم لكل خير. في ظل هذا الواقع الصعب تحاول هذه السيدة التشبث بالحياة، وهي تعول بعد الله على إخوانها المحسنين ممن تابعوا قصتها وشاهدوا واقعها. فلتتذكروا جميعا بأن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أعزائي الصائمين، هكذا تقضي زينب معظم وقتها، وهي تحن بلا شك إلى الأهل والأقربين، وتأمل العودة قريبا إلى تنبدغة وهي في صحة وعافية. عافاكم الله جميعا، صوما مقبولا، والسلام عليكم.